بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، أهلا بكم في مادة الكتابة 3. دي أول محاضرات المادة. الكتابة 3 مشتركة مع التالتة إنجليزي عام، لكن هي نفس المحتوى. My name is Dr. محمود محمد سعيد عبد الله، Associate Professor of Curriculum and English Language Teaching. إن شاء الله المحتوى مادة الكتابة دي مقدمة عامة، وتقراها بالاطلاع بالشيء عشان تعرف أهداف المادة وتعرف مكوناتها. مكوناتها هي الحقيقة بتتكون من introductory chapter في البداية، اللي هو introducing writing صفحة 13. بعد كده هناخد chapter جميل مهم جدا، اللي هو new forms of writing facilitated by new technologies، الأشكال الجديدة من الكتابة اللي هي سهلتها أو يسرتها التكنولوجيا الحديثة وخصوصا الويب، وأشهر 3 أنواع اللي هما collaborative writing, connective writing و reflective writing. بعد كده هناخد chapter 3 اللي هو multi-genre writing، لما تكون الكتابة متعددة الأنظمة أو متعددة الأشكال، يعني كذا نوع من الكتابة في نص واحد أو في سياق واحد. هنشوف الموضوع ده ازاي يعني. Chapter 4 Expository Writing، اللي هي الكتابة العارضة أو التوضيحية أو الناقلة، وهنشوف خصائصها وأشكالها وطرق التعامل معها. القسم اللي بعد كده اسمه Formal Writing، الكتابة الرسمية، Linguistic and Stylistic Issues. هناخد Chapter 5 اللي هو Elementary Principles of Composition، المبادئ الأساسية للكتابة. والشابتر الأخير اللي هو chapter 6 هيبقى words and expressions commonly misused، بعض التعبيرات والاصطلاحات اللي هي غالبا بيحصل فيها مشكلة أو بيحصل لخبطة. نبدأ مع بعض على طول عشان الوقت. نبدأ على طول الشابتر الأول بتاعنا، اللي هو مش هناخده الحقيقة كله، هناخد جزء، القسم الأول أو النص الأول منه، اللي هو اللي ينتمي للقسم الأول اللي هو writing nowadays، الكتابة في عصر الحالي يعني. chapter 1 introducing writing، الانتروداكشن بتاعته بتقول لي اني in general أو generally writing is a language skill. احنا عارفين ان الكتابة مهارة لغوية، لان احنا عندنا مهارات اللغة. we have four main language skills: listening, speaking, reading and writing. رايتنج تعتبر القناة اللي هي بيصب فيها كل المهارات التانية، لأن هي مهارة بنقول عليها productive، إنتاجية، بتتضمن مهارات استقبالية، ولكن هي في الأساس مهارة إنتاجية بيخدم عليها المهارات الاستقبالية زي listening, speaking و reading، التلاتة اللي قبليها. يبقى ممكن نقول عليها language skill من منطلق إن هي مهارة لغوية بالفعل، أحد المهارات الأربعة في اللغة. ممكن نقول عليها everyday practice، ممارسة يومية، لأن احنا في حياتنا اليومية بتطلب مننا نوع من الكتابة بشكل أو بآخر. ممكن نقول عليها إن هي form of literacy، نوع من التنور، لأن حتى بيقولك القراية والكتابة يعرف يقرأ ويكتب، يعني لا إنسان ما يعرف يكتب يبقى متنور يعني، فده ده يعتبر a form of literacy، نوع من المهارات الحياتية المطلوبة أو التنور الحياتي المطلوب. الكتابة برضو تعتبر في حد ذاتها communicative activity، نشاط اتصالي، لأن في reader يبقى في writer، مدام في writer يبقى لازم في reader، يبقى في نوع كده من التواصل، زي لما يكون listening معها speaking، لأن listening مدام في listener يبقى في speaker. برضو بتعتبر sometimes as a means through which learners can be assist. الكتابة مهمة برضو في حد ذاتها، لأن هي بتعتبر الوسيلة، وخصوصا في التعليم في المدارس والتعليم الجامعي، الوسيلة اللي احنا بنقيم بناء عليها الطلبة، especially within the Egyptian context، خاصة في السياق بتاعنا. as a method of communication، لو احنا نظرنا إليها كطريقة من طرق التواصل، for example writing can be used to establish and maintain contact with others، بنستخدم الكتابة في الحالة دي عشان نحقق ونستثمر فيه أو نكمل التواصل مع الآخرين ونحافظ عليه. transmit information، بنستعملها عشان to transmit or transfer information، ننقل المعلومات. express thoughts، نعبر عن الأفكار الموجودة جوانا، لأن لو ما عبرناش عنها كأن الأفكار دي مش موجودة.
feelings and reactions. بنعبر على الحاجات دي كلها thoughts, feelings, reactions. entertain عشان نستمتع، لأن جزء من الكتابة الحقيقة بيعتبر نوع من الاستمتاع، to entertain التسلية والترفيه. لأحيانا في ناس بتكتب عشان ترفه عن نفسها أو تملى وقت فراغها، and persuade، وأحيانا بتكتب عشان تقنع الآخرين أو توجههم. الكتابة ك personal or private activity it can be a powerful tool، ممكن تبقى أداة قوية جدا كنشاط خاص أو شخصي، private or personal activity. It can be a powerful tool for learning and remembering، ممكن تعتبر في الحالة دي أداة قوية تساهم في التعلم والتذكر، لأن وإحنا بنكتب إحنا عارفين الإيد طبعا لها ذاكرة، فدي بتكون وسيلة من وسائل التعلم والتذكر. It can be used to explore، بنستخدمها أيضا عشان نستكشف، and refine، refine ننقح أو نعيد صياغة أو نفلتر ideas الأفكار، organize thoughts ننظم الفكر بتاعنا، and record information ونسجل المعلومات. دي كلها يعتبر مخرجات للنشاط الكتابي. At school learners are usually asked to use writing، في السكول learners مطلوب منهم يستعملوا الكتابة بشكل أو بآخر، to display what they know، عشان يعبروا أو يعرضوا الحاجة اللي هم بيعرفوها، عشان يعني يعملوا معادل الموضوع للمعرفة الموجودة عندهم في مخهم. يعني هنعرفها إزاي المعرفة دي إلا لو هم كتبوا شيء ما، يعني نقيمهم بناء عليه أو نقيم مدى إلمامهم أو إدراكهم ببعض الأمور. And thus writing become the medium، بالشكل ده في سياق المدرسة ده writing becomes the medium، medium اللي هي الوسيط أو الوسيلة through which people learning is measured، اللي من خلالها بيتم ايه، بيتم قياس او تقييم تعلم التلاميذ. من هذا المنطلق therefore people write for different reasons، الناس بيكتبوا لأغراض مختلفة، سواء كان طالب او كان بالغ او كان موظف او كان استاذ حتى جامعي. احنا بنكتب نفسنا، احنا بنكتب ابحاث طبعا لغاية دلوقتي، فبنعمل حاجات معينة عن طريق الرايتنج، فهنا في أسباب مختلفة بنكتب، يعني الأسباب مختلفة. In a wide range of context، في سياقات أو في بيئات مختلفة عديدة. They normally، they هنا عايد على people، they normally write in order to، بيكتبوا لأسباب كتيرة، بنكتب لأسباب كتيرة، بنكتب in order to get our message أو their message across، يعبروا عن الرسالة وينقلوها للآخرين. convey important information and facts to others، ينقلوا المعلومات المهمة والحقائق إلى الآخرين، نقل الحقائق. communicate their own intentions and purposes، يعني يتواصل ويوصل وينقل ويعبر عن نواياه الحقيقية وأغراضه الداخلية. help and support others، بنكتب برضو أحيانا عشان to help and support others، إن احنا نساعد الآخرين وندعمهم. we also write in order to prove that we have mastered something، بنكتب عشان خاطر نشير إلى أو نعكس مدى إتقاننا لمهارة ما أو إلى جزئية أو جزئية ما أو محتوى ما. put ideas on paper so that they are not lost، أحيانا بنكتب عشان نسجل to record هنا، يعني لأن هنا بيقول put ideas on paper، بنحط الأفكار على ورق مكتوب so that they are not lost، عشان ما نفقدهاش، يبقى هنا الغرض هنا الأساسي to record. plan for doing something by creating a schedule or timetable، أحيانا بنكتب عشان من أجل التخطيط، إن احنا نخطط نعمل حاجة، زي ما تكتب shopping list مثلا. by creating a schedule أو schedule or timetable، بأنك أنت تعمل جدول زمني معين. بنكتب أيضا to guide and direct others، من أجل إرشاد وتوجيه الآخرين، اللي هو الوظيفة الإرشادية للكتابة. بنكتب أيضا to succeed in life and pass tests، بنكتب عشان ننجح في الحياة
عشان يعني ممكن ننجح في اختبار وظيفة أو مقابلة شخصية خاصة بوظيفة انترفيو جوب انترفيو، بنكتب عشان خاطر تو باس تيستس عشان نجتاز امتحاناتنا، سواء كان امتحانات عادية امتحانات مهنية زي التويفل أو امتحانات سكرينينج غربلة فيها مقارنة مع الآخرين إلى آخره من أنواع الامتحانات المختلفة. برضو بنكتب to modify and redraft something، بنكتب عشان نعدل ونعيد صياغة حاجة أو نكتب صورة نسخة تانية منها، لأن في درافت، في ري درافت وري درافت، بنعيد صياغة الحاجة. أكيد بيبقى في مدخلات جديدة تخلينا نغير اللي احنا كتبناه أو نجري تعديلات على اللي احنا كتبناه. بنكتب أيضا عشان نكسب عيشنا، يعني نكسب العيش، make money and earn living، نكسب عيشنا أو نكسب فلوس، ده مش عيب، زي الكتاب اللي بيكتبوا الكتب وزي اللي هو بيكتب دروس أو بيكتب ماتيريال للطلاب أو بيكتب حاجات معينة يبيعها لهم، فده بيعتبر he is writing in order to make money and earn living. بنكتب عشان to express themselves، وده الحقيقة واضح جدا في الفيسبوك وتويتر وإنستجرام ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، إن إحنا بنكتب عشان خاطر نعبر عن اللي جوانا، نعبر عن نفسنا، نقول إحنا فين بالنسبة للناس، إحنا بنفهم الدنيا حوالينا إزاي أو دنيتنا إيه، أو بنعبر عن نفسنا إزاي، أو إحنا إيه رأينا في الأحداث اللي هي بتدور حوالينا إلى آخره. برضو بنكتب لأغراض أخرى من ضمنها socialization، to socialize يعني to make connection with other people and participate in different events، بنكتب عشان التواصل الاجتماعي مع الآخرين، وده أجين برضو مرتبط بفكرة مواقع التواصل الاجتماعي بشدة، يعني الموضوع ده مرتبط بيه بشدة لأن socialize برضو، يعني نكتب إيميلات، نكتب على groups، نكتب على الواتساب، على الفيسبوك، ده socialize and participate in different events. بنكتب أيضا يا جماعة عشان to organize ideas، عشان ننظم الأفكار، and say what one cannot communicate orally، ونقول الحاجة اللي احنا مش قادرين نقولها orally شفاهة، لأن في حاجات written بتبقى أثقل بكتير من الكتاب، من الكلام الشفوي، وخصوصا أن الكتابة دايما في قاعدة as a rule of thumb، يعني الكتابة دايما منظمة أكتر من الحديث، ما فيهاش تهتها، ما فيهاش سكنات، ما فيهاش يعني تردد hesitation، ما بتفكرش كتير، انت بتفكر وانت بتكتب، فبتكتب صورة نهائية، لكن في الكلام بقى في صورة مختلفة. بنكتب ايضا to share ideas and experiences with others، بنكتب عشان نشير خبرتنا مع الآخرين، يعني لو في برودكت معين بتعرض على امازون تلاقي من تحته ريفيوز، تقدر تقرا الريفيوز دي عشان تعرف الناس اللي اشتروا المنتج، نفس المنتج ده، بيقولوا خبرتهم ايه معاه، يعني يا ترى هل هم خبرتهم ايجابيه ولا سلبيه، يا ترى استفادوا منه ولا لا، يا ترى في عيوب في المنتج ولا لا، الى اخره. بنكتب ايضا to state reflections عشان يعني نقول الرفليكشنز بتاعتنا، التأملات، and jot down personal diaries، ونحط البيرسونال دايريز اللي هي المذكرات اليومية، وده الحقيقة بنعمله بس بشكل اجتماعي على الفيسبوك، وبنعمله بشكل شخصي لما بنستخدم دايري معينة ونحط فيها ملاحظاتنا اليومية وذكرياتنا ورأينا، بس طبعا حاليا الحاجات دي بتتعمل كتير على الفيسبوك. يعني بنكتب أيضا to teach or train others عشان ندرب الآخرين ونعلمهم حاجة، and provide them with feedback، ونقدم لهم التغذية الراجعة، يعني إيه؟ يعني رأينا في مدى نجاح عملهم أو مدى صحة ما يفعلون أو ما يقولون أو ما يكتبون. learn and internalize some linguistic aspects، بنكتب عشان learn and internalize، نتعلم وinternalize نستدخل، يعني نفهم أو نستوعب أو نهضم some linguistics aspects، بعض الجوانب اللغوية المهمة زي vocabulary and grammar مثلا لو احنا بنتكلم في سياق تعليم اللغة. بنكتب أيضا للتبسيط to simplify something عشان نبسط حاجة، ممكن يكون في حاجة معقدة واحنا محتاجين ان احنا نبسطها، فبنكتب لهذا السبب. فزي ما انتم شايفين في أسباب كتيرة جدا ومهمة جدا بتدفعنا إن إحنا نكتب. According to Harmer 2007، ده كتاب معايا جميل جدا about teaching English، بيقول إن composing or writing in a foreign language is always a demanding process،
دايما الكتابة في اللغة الأجنبية أو اللغة التانية بيكون دايما عملية demanding، يعني إيه؟ يعني عملية تقيلة شوية، ليها متطلباتها، مش عملية سهلة. فهنا demanding معناها إن هي بتتطلب مجهود كبير يعني. Where language learners need to employ many skills، لأن language learners هنا محتاجين إن هم يوظفوا العديد من المهارات عشان ينتجوا كتابة strong and convenient. فعندهم طبعا they need to employ many skills and strategies، محتاجين يوظفوا العديد من المهارات والاستراتيجيات المختلفة. As a productive skill، طبعا احنا اتفقنا ان writing productive، لكن listening and reading بتعتبر receptive، يعني مهارات استقبالية اكتر ما هي انتاجية. فالwriting بتعتبر a productive skill، فهنا as a productive skill writing draws on other language skills. زي ما انا قلت في البداية ان هي في مهارات تانية، المهارات التانية كلها بتخدم على الكتابة او بتصب في مصلحة الكتاب، such as listening and reading. That's why language teachers usually delay it until their students have done a great deal of listening and reading. عشان كده دايما بنلاحظ ان المدرسين بيأجلوا الكتابة شوية او بيأجلوا التكليفات الخاصة بالكتابة لغاية ما يبقى في reasonable mastery of listening and reading. ليه؟ لان في ترتيب المهارات بنرتبهم كالآتي: listening, speaking, reading and writing. هما كده الاربع مهارات بيترتبوا بهذا الترتيب. In its simplest form، بأبسط صورها، writing may take the form of notation. ممكن تاخد فكرة النوتيشن، انك انت بتكتب copying and pasting، او بتكتب مجرد نقل حروف، او بتكتب حروف. copying in conventional graphic form something already written، انك انت ايه، انك انت يعني تنقل حاجة مكتوبة already. or reproducing in written form something that has been read or heard، او انك انت بتعبر في شكل مكتوب حاجة already انت سمعتها او ايه او قريتها. ده اسمه notation، يعني انك انت بتكتب حاجة already انت already aware بيها يعني. This act hardly involves anything more than the ability to use the written system. النظام ده في الكتابة نظام بسيط، ما بيتطلبش حاجات معقدة، لان هو بيعتبر انت بتنقل حاجة، يعني بتكتب حاجة already انت عارفها او قدامك او قريتها قبل كده. Writing in the language becomes more complicated. امتى يبقى more complicated؟ تبقى معقدة اكتر. When it involves writing meaningful segments، عندما تطلب الامر انك تكتب meaningful segments، اجزاء ذات معنى، of language which might be used in a specific circumstances، تستخدم لظروف في ظروف معينة by native speakers مثلا. يعني طبعا عالي جدا ان احنا نكتب للnative speakers، يعني امر طبعا يعني متقدم جدا. فاحنا محتاجين ان كتابتنا تبقى complicated، تبقى فيها مراعاة اكتر، وتبقى فيها تدقيق اكتر لما بنكتب للnative speakers، لان احنا المفروض ننقل المعنى صح، مش ننقله بالعربي، لا ننقله بالانجليش زي ما بيفكر الانجليش بالظبط، زي ما بيفكر الانجليش people يعني. This is a type of writing involved in things like grammatical exercises. لما نكتب grammatical exercises برضو ده كتابة متقدمة. The construction of simple dialogues، ان احنا نكتب simple dialogues. And dictation، والتملية أو الإملاء. In its most highly developed form، لكن في أشكالها الأكثر تطوراً، الأعلى تطوراً، writing refers to the conveying of information، تشير إلى عملية نقل المعلومات، or the expression of original ideas، أو التعبير عن الأفكار الأصيلة أو الأصلية in the target language، في اللغة المستهدفة اللي هي في حالتنا إحنا هنا، اللي بنقول اللغة المستهدفة هنا target language بتاعتنا اللي هي English. These distinctions among the types of writing activities، التمييز ما بين أنشطة الكتابة المختلفة ده هوت، reflect the major areas of learning، بيعكس نواحي التعلم المتضمنة involved in the writing process، في عملية الكتابة. Students must learn the graphic system، يعني جزء أساسي من تعليم الكتابة إن لازم الطلاب يتعلموا الجرافيك سيستم، اللي هو أشكال الحروف أو أشكال الأشياء، and be able to spell، ويبقى قادر على إن هو
يتهجى according to the conventions of language، بناء على القواعد اللغوية المختلفة. They must learn to control the structure، لازم يتعلم ازاي ان هو يضبط الستراكشر بتاعه اللي هو الجرامر مثلا، او التعبير الاكسبريشنز اللي بيستخدمها، according to the canons of good writing، وفقا لكانونز، كانونز يعني rules of good writing. They must learn to select from among possible combinations of words، لازم يتعلم ازاي يختار، ينتقي ما بين الكلمات المختلفة، يعني يختار ما بين happy and sad مثلا، يختار ما بين happy and unhappy، ويعرف الفرق ما بين الكلمتين وان دي مش زي دي بالظبط، تمام. يختار ما بين كلمات زي convenient and suitable، لان هما الاتنين بمعنى واحد، لكن احيانا في سياق بنفضل فيه استخدام كلمة عن كلمة تانية. ان هو يبقى عارف ان كلمة book مش معناها كتاب بس، ان ممكن book معناها verb بمعنى يحجز برضو، تمام، زي book a ticket، فيستخدم الكلمة المناسبة كverb هنا كفعل. فهنا في combination of words and phrases those which will convey the meaning they have in mind، يبقى هو يستخدم تعبيرات تصلح لنقل المعنى المعين اللي هو محتاجينه في السياق ده. Furthermore، بالإضافة لكده، it is important to be aware of the differences between spoken and written language. من المهم جدا بالنسبة لنا هنا إن إحنا نبقى aware بالdifferences الموجودة between spoken and written language، ما بين اللغة المنطوقة spoken and written واللغة المتحدثة. وأنا قلت قبل كده في فرق ما بين الاتنين. مثلا when people speak they normally seem more relaxed and less formal، لما الناس تتكلم بتقطع كتير وبتبقى ريلاكسد اكتر، يعني مسترخيين، وممكن يقول كلمة في الشرق وكلمة في الغرب، وممكن ما يقولش جملة كاملة، وممكن يكح في النص، وممكن يعني يتردد على ما يجمع الكلمة المناسبة، زي ما انا بعمل دلوقتي كده يعني. فالتمام، فالسبوكن لانجوج مختلف. when people speak they normally seem more relaxed، أكثر استرخاء، and less formal، وأقل رسمية. They are likely to express themselves in a simple language، لأني دايما بيعبروا عن نفسهم in a simple language، في التعبير الشفهي بيبقى اللغة الشفهية أبسط من اللغة المكتوبة، ده قاعدة لازم نعرفها. which is full of hesitations، وكلامه هو بيتكلم بينطق فبيكون ممكن مليان hesitations، تردد، pauses، وقفات، repetitions، ترديد لكلمات معينة إلى آخره، تمام، زي كلمة تمام اللي أنا بقولها ما بقولهاش في كتابة، لكن أنا بقولها وأنا بتكلم عادي، أوكي. In this regard Holiday and Noonan state some of the features that distinguish spoken from written texts، يعني في بعض اللي قالوها العالمين دول، قالوا بعض الفيتشرز، بعض السمات اللي هي بتميز اللغة المنطوقة عن اللغة المكتوبة. طب ايه هي السمات دي؟ قال لك spoken language sounds simpler، زي ما احنا قلنا فوق برضه، simpler than written language. transcriptions of spoken language look less structured، اقل تنظيما في spoken، because they represent unedited language، لان هي لغة غير محررة. غير محررة يعني ما فيش المقص بتاع المونتاج أو التحرير اللي بيقص بيها حاجات معينة زي ما بيعملوا في السينما والمسلسلات والموفيز والحاجات دي، ما فيش الكلام ده. فاللغة اللغة المنطوقة أبسط، لأن هي already يعني مش بيحصل لها قص ولا تحرير ولا الكلام ده. The lexical density اللي هي كثافة المفردات of written text للغة المنطوقة، للغة للأسف المكتوبة، يعني the number of lexical or content words per clause، عدد الكلمات الجديدة مثلا، makes writing seem more complex، عدد الكلمات بيخلي الرايتنج more complex، بيخلي الكتابة هنا أكثر تعقيدا، لأن بيستخدم مفردات كتير وبيستخدم طرق كتيرة عشان يعبر بيها عن الفكرة، يعني غير spoken language خالص. في الفرق التاني بيقول spoken forms are in the sense more basic than the written forms، دايما spoken forms more basic،
more basic or in a sense بمعنى معين أو في مفهوم معين بتبقى more basic يعني أكثر بساطة، يعني more basic يعني أساسية أكثر، يعني شكلها بسيط أكثر than the written forms. In writing we have normally altered the normal state of events، لأن إحنا في الرايتنج بنغير بالأحداث، بنعيد صياغة الأمور عشان نكتبها بشكل جراماتيكالي كويس وكل حاجة فيه تبقى مظبوطة وتمام والمفردات تبقى معبرة والجمل تبقى طويلة، فبالتالي الرايتنج القصة بتختلف. هنا بيبقى في حاجة حصل هنا altered، altering يعني إيه؟ تبديل أو تحويل للمسار، حصل إعادة صياغة، حصل editing، حصل تحرير، لأنك أنت لما تيجي تكتب الكلام اللي أنت بتنطقه تلاقي نفسك بتغير وأنت بتكتب. طب ليه بنغير؟ بنغير لأن إحنا في الكتابة غير الكلمة المنطوقة، الكلمة المنطوقة خلاص what is said cannot be unsaid، اللي اتقال ما مش ممكن ما يتلغي، لكن في الكتابة لأ، أنت ممكن تكتب وتمسح، عشان كده بنمسح كتير إحنا وبنعمل editing لو على الكمبيوتر، تمام، بنشطب، بنستخدم الرابر كتير. ليه؟ لأن إحنا already اللغة دي edited. Compared with the speech، لو قررناها بالspeech بنلاحظ إن الرايتنج الكتابة is often decontextualized. decontextualized يعني مش مسيقة، مش مرتبطة بسياق معين. مثلا in communicating a message، عندما ننقل فكرة أو رسالة معينة، writers are usually distant in time، دايما الرايترز بيكونوا ايه؟ بيكونوا بعيدين من حيث الزمن and place والمكان from the persons with whom they wish to communicate، من الاشخاص اللي هم بيأملوا في التواصل معاهم. يعني لما يجي نكتب لحد ممكن نكتب له الرسالة بتاعتنا توصله بعد ايام، او ممكن توصله في مكان تاني، او ممكن يقرأ الكتاب بتاعي بعد 10 سنين او حتى بعد وفاتي. فبالتالي بنقول ان الرسالة هنا مش حاضرة في نفس الوقت في نفس الزمان والمكان، ممكن يقرأها بعد فترة ممكن، فهنا بيختلف الموضوع، بيختلف لان الكونتكس هنا مش بيراعى في الكتابة زي لما تكلم واحد في التليفون مثلا غير لما تكتب له رسالة، كلامك معاه في التليفون بيبقى لايف، يبقى هنا كونتكستشوالايزد، لكن الكتابة دي كونتكستشوالايزد يعني غير مسيقة، عشان كده استخدم دي. because of this lack of direct contact، لان مفيش تواصل مباشر مع القارئ with the reader، they are unable to make use of feedback، ومش هيقدر يديلك الفيدباك بتاعته يعني رأيه في اللي انت بتكتبه from others to adjust their message، عشان تحور او عشان تغير او عشان تبدل من الرسالة بتاعتك. طب ايه تاني؟ people usually exert more effort during writing، دايما الناس بيبذلوا مجهود اكبر عند الكتابة، ودي حتة عشان كده بيقول على writing دايما a demanding skill. ليه هي demanding skill؟ لأني بتتطلب مجهود كبير، يعني there is more effort put into writing than in speaking. يبقى هنا people usually exert more effort during writing as they do their best، لأن بيعملوا كل ما بوسعهم to clarify their message، عشان يوضحوا الرسالة اللي هم بينقلوها، لأن عارفين إن الريدر ممكن هيبقى موجود في زمن تاني أو مكان تاني أو في سياق تاني، ومش هيبقى ما هم موجودين قدامه عشان يوضحوا له المقصود إيه بالحاجة اللي هم بيكتبوها، فبالتالي بيراعوا إن الرسالة تكون واضحة كل الوضوح، يعني بيحاولوا يحطوا مجهود كبير جدا في كل الجمل والكلمات والعبارات والتنظيم للرسالة الموجودة في المحتوى ده عشان قادرة تبقى واضحة للريدر. This absence of the physical and paralinguistic features، غياب الفيزيكال فيتشرز اللي هي النواحي المادية بقى، النواحي المباشرة اللي هي دايركت كونتاكت مثلا، وغير البارالينغويستيك فيتشرز، البارالينغويستيك فيتشرز اللي هي نواحي ما فوق اللغوية أو النواحي ما وراء اللغوية أو النواحي اللي بتدعم اللغة، زي تعبيرات الوجه مثلا، زي الإشارات، زي الحركات الصامتة، مفيش الكلام ده موجود في الكتابة، عشان كده الكتابة تعتبر تقيلة علينا عشان نعبر عن كل حاجة. يعني مثلا لو انت عايز تعبر عنك انت في الكتابة انك انت شاوتنج، تعلي صوتك كده، بتعمل ايه؟ بتعمل اكسكليميشن مارك في اخر العبارة، ده معناها ان ايه؟ ان يعني تقصد صوتك عالي، فلازم تكتب كويس قوي عشان تعبر على اللي انت عاوزه بالظبط.
لو انت عايز تعبر عن انك انت بتضحك بتكتب ها ها مثلا، غير السبيكينج خالص، او تعمل علامة حد بيبتسم يعني، ده يعني الكلام ده يعني بتقوله بود يعني. That the speaker uses to support his or her utterance adds burdens to the writer. غياب الـ paralinguistic features والـ physical features دهيت بيعمل عبء على الرايتر مش موجود في الـ speaking، لأن الـ speaker هنا بيستخدم الحاجات دي، بيستخدم جسمه، بيستخدم الإشارات، بيستخدم إيديه، لكن الكلام ده مش موجود في الكتابة. فعشان كده بنقول إن إيه؟ إن ده adds burdens to the writer، يعني ده بيضيف burdens يعني أعباء على الرايتر عشان يحاول يخلي الكتابة بتاعته واضحة من غير ما تحتمل أي تأويل. ولو إن يعني إحنا مثلا عندنا كتاب الله القرآن الكريم لغاية دلوقتي ما فيش تفسير واحد ليه، لأن في تأويل كتير للنص، لأنه إيه؟ لأنه النص عندنا مكتوب، تمام؟ فلما نيجي نقراه كل واحد ممكن يقراه بوجهة نظر معينة، تمام؟ لأن مش كلنا شفنا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بيقرأ القرآن الكريم، عشان كده ما عملوش أيام الرسول عليه الصلاة والسلام تفسير للقرآن الكريم، لأن هو كان بيتلو مباشرة لأصحابه أو للمسلمين، تمام؟ فاهمين الحتة دي؟ لكن إحنا وصلنا القرآن مكتوب، فبالتالي إحنا ما نعرفش السياق، ما نعرفش كذا، لكن لو تعلمنا السياق وعرفنا الآية دي سبب نزولها إيه، وبتتكلم عن مين بالظبط، وتقصد المشركين هم مين، وتقصد مين بكذا وكذا، هن هن هنفسر الموضوع أحسن، تمام؟ المهم في حاجة اسمها عندنا writing sub skills اللي هي المهارات الفرعية من الكتابة. هي الكتابة ليها مهارات فرعية. writing is a broad language skill، مهارة عامة، دي بنقول عليها مهارة عامة، مهارة لغوية عامة، لو احنا بنتكلم عن listening speaking reading and writing. لكن خلاص احنا استقرنا نتكلم عن الرايتنج كسكيل. الرايتنج نفسها في مهارات فرعية بنقول عليها sub skills جواها. زي ما احنا قلنا writing is a broad skill، مهارة عامة، that has many manifestations، ليها أشكال بتتمثل فيها أو بتتضح فيها، that might be referred to as writing sub skills، بنقول عليها المهارات الفرعية من الكتابة. These are the concrete skills، هذه هي المهارات الملموسة، that language learner needs to develop، اللي محتاج كل متعلم لغة زي حضراتكم محتاج إن هو ينميها، so as to be efficient writers in the target language، عشان يكون efficient writer، كاتب كفء في التارجت لانجوج. مثلا المهارة الفرعية الأولى manipulating the script of the language، يعني معالجة السكريبت اللي قدامي اللي هو النص اللي أنا بكتبه، ده بيشمل hand writing لو أنا بكتب بإيدي، spelling and punctuation عشان تبقى المعنى واضح. مثلا expressing grammatical, syntax and morphological relationships at a sentence at the sentence level، يبقى واضح جدا العلاقات النحوية دي، علاقة الكلمات ببعضيها، الفاعل مع الفاعل، الاسم مع الفاعل، المبتدأ مع الخبر، تبقى الحاجات دي واضحة جدا قدامي ومعبرة عنها كويس جدا في الجمل. من ضمن المهارات دي ان الواحد يبقى قادر على ان هو to express relationships between parts of a written text، يعبر عن العلاقات الكامنة بين أجزاء النص المكتوب through cohesive devices، من خلال إيه؟ من خلال أدوات الانسجام والأدوات اللي هي اللي فيها نوع كده من التوفيق أو التوافق، especially through grammatical devices، زي الجراماتيكال devices اللي هي الوسائل النحوية such as noun pronoun reference، زي عملية الناون pronoun reference، تذكر الناون في الأول لكن بعد كده بتذكر البروناون اللي هو من الناون، تذكر منى في الأول وبعدين تقول شي في الجملة اللي بعديها، معروف إن شي هنا بتعود على منى لأن منى فيميل يعني. فالحاجات دي لازم تبقى واضحة في الكتاب، يعني من ضمن المهارات اللي احنا ننميها اللي هي relationships between parts of a written text. يبقى في عندي خريطة كده واضحة. using markers، نستخدم ايه؟ نستخدم الكلمات المفتاحية كويس قوي in written discourse in particular. ماركرز اللي هي
في حاجات معينة مثلا بنفتتح بيها الفكرة، introducing an idea، developing an idea. في كلمات بنستخدمها لما نقول نعمل development idea، زي furthermore بالإضافة لكده، as a result نتيجة لذلك، لو العلاقة سبب ونتيجة إلى آخره. making a transition to another idea، إن احنا ننقل على فكرة ثانية، نعمل نقل على فكرة ثانية باستخدام بعض التعبيرات برضو. concluding an idea، اختتام فكرة معينة. emphasizing a point، التركيز على نقطة معينة. indicating more or important information، بنشير إلى المعلومات الأساسية في هذه الجملة أو هذه العبارة أو هذا النص. explaining or clarifying a point already made، إن احنا نوضح point already اتقالت قبل كده. anticipating أو expecting an objection or contrary view، إن احنا نتوقع إن ممكن يكون القارئ عنده وجهة نظر مغيرة أو مختلفة. المهارة الخامسة expressing the communicative function of written sentences، التعبير عن الوظيفة الاتصالية لل written sentences، لأنه according to literature إحنا عندنا اللغة مكونة من أربع مكونات: form اللي هو الشكل، وبعد كده function اللي هو الوظيفة، وبعد كده context اللي هو السياق اللي بيتقال فيه الكلام، وبعد كده culture اللي هي الثقافة بتاعت اللغة نفسها أو أهل اللغة. المكونات دي، فهنا عندي بيقول في حاجة اسمها communicative function، يعني الوظيفة الاتصالية، لأن أحيانا الفورم ما بتديش الفانكشن غير لما نكتب وتبان أنا قصدي إيه بالفانكشن ده، هي الوظيفة. زي مثلا واحد يقول لك مثلا أنا هستخدم المضارع التام المستمر هنا عشان أوضح إن بقالي 6 ساعات منتظر سيادتك وأنت لسه ما جيتش، فبقول إيه I have been waiting for you for 6 hours but you أو she hasn't come yet، لكنها ما جاتش لغاية دلوقتي. يبقى هنا إيه، هنا أنت لازم أنت بتستخدم ليه المضارع التام المستمر لوظيفة معينة، عشان أنقل فكرة إن أنا لسه مستني ولسه هستنى، وانا كنت مستنيها من فترة ولسه هستنى تاني. تمام، دي اسمها function، وظيفة حياتية. مثلا نستخدم using explicit markers اللي هي الموضحات الصريحة، without using explicit markers ممكن ما يبقاش فيه علامات صريحة. برضو من ضمن المهارات الفرعية للرايتنج expressing information or knowledge in writing، التعبير عن المعلومات كتابة، both explicitly and implicitly يعني ضمنيا، لكن explicitly معناها بصراحة أو بشفافية. expressing conceptual meaning، التعبير عن المعنى المفاهيمي. المهارة اللي بعد كده 8 planning and organizing written information، التخطيط وتنظيم written information المعلومات المكتوبة in expository language بلغة توضيحية أو تفسيرية واضحة، لغة شارحة. وهناخد النوع ده من الكتابة بعد كده. expository معناها ممكن تبقى إيه، في كذا نوع من الاكسبوزيتوري اللي هو الكتابة، النوع ده من الكتابة الشريحة أو التوضيحية دي. في ناراتيف، إن أنا بكتب قصة بكتبها في صورة ناراتيف، بحكي حكاية. أو straight description of phenomena or idea، أو بعمل description لظاهرات ما أو أفكار ما. أو بعمل description of a process or change of state، بعمل وصف لعملية معينة أو تغير في الحالة. أو بعمل make an argument، أو بعمل جدل، يعني بعرض وجهة نظر وبحاول أقنع الآخرين. الجزء الأخير اللي احنا هناخده في الفصل ده مش هنكمله، يعني لأني هيبقى الجزء اللي فاضل related أكتر للteaching writing. احنا هناخد writing fostered by new technologies، يا ترى new technologies عملت ايه مع writing، التكنولوجيا الحديثة خاصة الويب والإنترنت. The writing skill nowadays has been fostered by new technologies، دعمتها الوسائط الحديثة للتواصل الاجتماعي والإنترنت والآي سي تي اللي هي Information and Communication Technology. In particular عندنا some web-based facilities، بعض الفاسيلتيز اللي أتاحت لنا الويب have recently enabled new genres of writing، خلت فيه أنواع جديدة حتى من الكتابة، أشكال جديدة. كلمة genre بمعنى نوع أو شكل أو نمط of writing، and made it possible to share and develop ideas
in an infinite fashion بصورة لا نهائية. For example زي مثلا الويكيز، الويكيز have enabled مثلا collaborative writing، أتاحت لي نوع من الكتابة اللي هو الكتابة التشاركية، يعني كلنا بنكتب في نفس التوقيت. لو فتحنا ويكي وكلنا بنانا عندنا اكاونت عليها وقلنا ان احنا خلاص هنكتب تكليف معين، نلاحظ ان ممكن ندخل كلنا ونكتب في نفس الوقت ونعدل على بعض. ده اسمه collaborative writing. In which case learners collaborate together online to produce something. يعني طلبت مثلا مجموعة رابعة انجليزي تقدم لي نص واحد او تقدم لي تكليف واحد، يبقى كل الدفعة بتدخل مثلا في، او تالتة اساس انجليزي مثلا، كل الدفعة بتدخل ايا كان عددها بيدخلوا على النص ده وبيعملوه زي جوجل دوكومنتس مثلا. through wikis، من خلال الويكيز دهيت بالذات يعني، language learners can add edit، ممكن يضيفوا، ممكن يعملوا editing، ممكن يعملوا deletion to the content in a developmental fashion، بشكل ايه؟ بشكل developmental، يعني بشكل نمائي، بشكل متطور او بشكل متغير. that was not possible before، ما كانش ممكن الشكل ده قبل ظهور الانترنت والويب، والويب 2 بالذات يعني، والويب 3. similarly through blogs، من خلال blogs نوع تاني من الكتابة برضو، learners have become able to practice connective writing. من خلال البلوجز والفيسبوك والكلام ده، في نوع من الكتابة احنا بدأنا نمارسه اسمه connective writing، الكتابة الترابطية او الاتصالية. in which case they can post content، ممكن نعمل post معين الكونتنت معين. اسف معلش البتاع جريت في ايدي كده. thus the same post may raise a great deal of arguments، يعني نفس البوست، نفس البوست المكتوب ممكن يثير threaded discussions، يعني ايه؟ يعني discussions كتيرة connected together. this might result in threaded discussions and in which the ideas are developed continuously with no end. نفضل نكتب ورا بعض، ده يعلق يقول دي عجبتني، واحد يرد يقول عجبتك ليه، طب تفكرك بمين البوست ده، فكرك بمين، طب مين الراجل اللي في الصورة ده، وده يرد وده يعلق وده يزيد وده يعيد إلى آخر. ده اسمها connective writing، كتابة إيه؟ ارتباطية. unlike the case in traditional paper based writing، على عكس الحال أو على خلاف ما هو موجود في traditional paper based writing، students who are writing online and بيكتبوا online whether connectively أو collaboratively، سواء كان بتشاركيا أو تواصليا أو ارتباطيا، write purposefully، purposefully يعني بغرض معين، sometimes in response to other accounts، غالبا بيكون الكتابة دي in response to، رد فعل لي أو استجابة لي، into others accounts، لما كتبه الآخرين، keeping in mind the potential audience، بيحطوا في دماغهم دايما potential audience اللي هو الأودينس المحتمل، الجمهور المحتمل. Besides there is no end for the writing، مفيش نهاية في الكتابة في الحالة دي، as the dialogue will continue when other comment on what has been written، لأن الديالوج هيستمر ويستمر ويستمر طول ما في ناس بتعلق وناس بتزيد وناس بتعيد وناس تفتح في موضوعات تانية إلى آخره. and post new pieces that stimulate discussion، ممكن يبقى في كلام جديد يصير مناقشات اكتر وسجال مش بينتهي يعني. the state of affairs، this state of affairs الحالة دي، has provided online spaces، خلت في online spaces يعني مناطق online to على الانترنت to practice writing and develop the different writing skills، وننمي من خلالها مهارات الكتابة that learners need in the 21st century، اللي بيحتاجينها الطلاب في العصر الحالي. writing has become a collaborative activity، بالشكل ده writing أصبح collaborative activity، نشاط تشاركي، rather than a static product، بدل ما هو كان static product يعني ناتج ثابت، that a student initiates and finishes individually، يخلص الطالب منفردا وحيدا with no interference from others، دون أي تدخل أو مساعدة من الآخرين.
Besides, the way that learners write online is totally different from the way they write on paper. أكيد الطريقة اللي بيكتبوا بيها أونلاين غير الطريقة اللي بنكتب بيها على الكتابة. يعني أونلاين في suggestions، في سهل التصحيح، في سهل إن إحنا نضيف أشكال، إن إحنا نعمل copy وpaste، نعيد ونزيد. لكن في على الورق لا، الكلام ده صعب. Writing online enables writers to do what؟ هنشوف. أول حاجة easy to correct themselves، self correction زي ما أنا قلت، إن سهل الواحد يصحح نفسه، يعمل spell checker مثلا، يعمل تصحيح تلقائي للنص، وده موجود من أحد خصائص الوورد وأحد خصائص بعض المواقع. يعني تلاقي في أي spelling mistake أو أي grammatical mistake ممكن يعمل لك تحتيه خط أحمر أو كده يعني. بنستخدم أيضا using many options such as checking spelling and grammar to produce accurate pieces، عشان نتحرى الدقة يعني. نستخدم الحاجات دي التشيكرز اللي كترت يعني. exploit multiple resources، ممكن نستغل العديد من المصادر while writing أثناء الكتابة، and copy and paste parts easily and flexibly، ونعمل copy و paste منها easily and flexibly بسهولة ومرونة. برضو من أصبح سهل علينا أونلاين reflect on what they are writing، ان احنا نعمل reflection، نفكر في الكلام المكتوب by employing different techniques، بان احنا نوظف وسائل او وسائط جديدة such as the find feature، اللي هي الفايند feature اللي هي البحث that enable them to locate any word or phrase in the text، اللي بتساعدني على ان انا يعني احدد يعني مثلا في ملف زي البي دي اف عايز أبحث عن رقم 12، لأن أنا عندي رقم 12 ده مهم في التكست، لأنه بيقول لي على حاجة معينة عددهم 12. فبدل ما مقع عناية في النص كله، أنا ممكن ببساطة في السيرش بتاع أو الفايند بتاع البي دي اف أروح كاتب 12، هيجيب لي كل 12 الموجودة في النص، فهيبقى سهل علي أمور كتير. زي كلمة معينة، أحيانا الواحد عاوز كلمة معينة مثلا مرتبطة بالموضوع، عايز يشوف الكلمة دي متكررة فين في النص، وبدل ما يقرأ النص كله على كلمة يعني سهلة يعني. بنعمل أحيانا reorder للcontent they have written and fill in the gaps when necessary، ده عن طريق الانترنت online أو البرامج الانترنت أو برامج الوورد أو برامج الأوفيس. view models of good writing، ممكن خلال الانترنت نشوف good models of writing that might help them with organizing their ideas and developing their writing skills. سهل جدا تحط على جوجل اي نوع من انواع الكتابة ويجيب لك نماذج من الكتابة، ازاي تكتب ميمو مثلا، ازاي تكتب مذكرة يعني، ازاي تكتب invitation، ازاي تكتب مش عارف review الكتاب الى اخره. الانترنت برضو او الاونلاين literacies ده هي contrast different accounts and summarize what they have written، بتمكن الواحد ان هو تعمل contrast للديفرنت accounts، ان يعمل مقارنة ما بين الاكاونتس المختلفة، ما بين النصوص المختلفة، and summarize what they have written. establish an email dialogue، ممكن يبقى في email dialogue عن طريق email with other students who are reading the same content، اللي بيقروا نفس الموضوع. برضو الايميل سهل حاجات كثيرة في هذا النطاق، والإيميل برضو بيشمل التكست مسج سواء كان على الواتساب أو على الفيسبوك، يعني البرايفت مسنجينج يعني. write to a real audience for a realistic and communicative purposes، بنكتب حاليا to real audience، real audience مش imaginary audience زي زمان، for realistic and communicative purposes. انت ممكن تتواصل مع حد أونلاين عشان تطلب منه إجابة لسؤال معين، يبقى ده purposive. view written accounts belonging to different genres، ممكن يشوف different accounts، different texts يعني belonging to different genres، and practice multi-genre writing online، ممكن يعمل multi-genre writing، كتابة متعددة النظم أو الأوجه أو متعددة الأنماط أو الأنواع، ودي هناخدها إن شاء الله في فصل لاحق يعني. make use of authentic content available online while writing، احيانا ممكن نستخدم الاوثنتيك كونتنت اللي هي المادة الحقيقية، المواد الحقيقية اللي هي المواد اللي اصلا موجودة عند النيتيف سبيكرز، العملات والكتب والادوات والانماط الحياة اللي هي بالفعل موجود لها صور ولها اشكال على الانترنت اونلاين.
يبقى احنا كده خلصنا الفصل الأول والجزء بتاعنا ده، كان عبارة عن مقدمة كده ك يعني بداية أو استهلال للكورس بتاعنا اللي هو كورس الكتابة، وإن شاء الله نلتقي في محاضرة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.